لقد جاء مختلف مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية من أجل الجمهورية إلى قصر 29 من يوليو بنيامي ليسجلوا بحروف من ذهب تاريخا سياسيا لحزبهم. وقد التزم المناضلون خلال المؤتمر العادي للحركة الوطنية من أجل الجمهورية بتثبيت الطموحات السياسية لهذه الحركة الجامعة. إنه مؤتمر حضره غالبية ممثلي الطبقة السياسية في النيجر والأحزاب الصديقة للحزب، من بينها وفد الحركة الوطنية للإنقاذ. الوفد قاده جان برنار باداري الأمين العام النائب الثالث والمتحدث الرسمي للحزب ورئيس المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ النائب البرلماني علي كلوتوش تايمي، والنائبة البرلمانية منصورة حامد نوري عضو المكتب السياسي الوطني وبرلمان مجموعة الساحل الخمس، والنائب البرلماني فجا خمالم رئيس مجموعة صداقة شاد النيجر، وعمر جمعة موسى عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ. هذا وقد سمحت هذه الجلسات للمشاركين باعتماد مقررات ومقترحات مهمة، لا سيما انتخاب أعضاء المكتب السياسي الوطني واعتماد أعضاء المكتب الوطني وزيادة عدد ممثلي الهياكل والأجهزة داخل المكتب السياسي الوطني وإنشاء لجنة تنفيذية مركزية وإدارة استراتيجية لتوجيه الحزب، إضافة إلى انتخاب السيد البادي أبوبة رئيس للحزب. هذا وفي كلمته بهذه المناسبة قدم رئيس حزب الحركة الوطنية من أجل الجمهورية البادي أبوبة الشكر للمناضلين على منحهم له هذه الثقة، مؤكدا بأنه سيسعى إلى رفع راية الحزب من أجل تحقيق الأهداف المحددة وخاصة الانتخابات الرئاسية القادمة، وحيا كل الوفود التي شاركتهم هذا العرس السياسي. هذا وقد حيت المكونات السياسية المشاركة في هذه المناسبة حيت الاختيار الديمقراطي للمؤتمرين. وفي هذا المطار أشاد جان برنار باداري الأمين العام النائب الثالث للحركة الوطنية للإنقاذ أشاد بمخرجات المؤتمر، مؤكدا أن أهداف الحركة الوطنية للإنقاذ بتشاد والحركة الوطنية للجمهورية بالنيجر هي أهداف واحدة وتتقاسم رؤى سياسية تعمل لصالح الشعبين الشقيقين وكذلك لتعزيز الديمقراطية. هذا وفي هذا الجو المفعم بالأخوة والصداقة السياسية بين مسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ والحركة الوطنية من أجل الجمهورية أنهى المؤتمرون أعمالهم.